السلام عليكم. دي الخريطة، ده موقع اسمه ماب ويز اي اي. يعني احنا بنعمل الخريطة باستخدام الذكاء الصناعي. ده المكان اللي انا فيه دلوقتي، ده الشقة اللي انا فيها، تمام، وده الشارع اللي قدامي ابن اسلم، وده الفندق اللي قدامي، تمام. هنبدأ ندخل المعلومات اللي احنا محتاجينها. هيساعدني طبعا ان في حد مشي بالكاميرا في قلب العربية وراح عمل صور المباني اللي حوالين اهوت. ده المحل بتاع الهدوم، تمام. وتعالى نشوف الصورة اللي بعديها، وبعد كده الصورة اللي بعديها. طول ما هو ماشي بالعربية كل ثانية بتصور حاجات أجياد اهوت، فأنا ممكن أعرف معلومات تفصيلية عن كل المحلات اللي موجودة في الشارع وارتفاعات المباني، تمام. بس ممكن نجيب، لو جبنا الكاميرا ديت هي بص لقدام، هنشوف ارتفاعات المباني بشكل أفضل، تمام. اهوت مثلا الكاميرا دي أهي، من خلالها بقدر اعرف ارتفاعات المباني. فوانا بعمل موديلنج اقدر ادخل ارتفاع المبنى. طول ما هو ماشي بيبدا يجيب لي صور، واقدر في اي لحظه اوقف وابص يمين وشمال زي ما انا عايز، تمام. طيب اقدر افعل موضوع الليارات من هنا. دي اقمار صناعيه، كل دول تقدر تختار اللي انت عايزه، الخريطه اللي انت عايزها. هنا لو انت عايز خريطه مصغره كده على الجنب، تقدر تفعل الاوفرلاي بالشكل دوت. تقدر من هنا تشوف الداتا اللي انت عايز تضيفها، او ممكن تلغي داتا معينة. يعني لغيت الكاميرا بحيث ان انا اركز في الحاجة اللي انا عايزها. طيب ال RAPID ده خاص بالذكاء الاصطناعي، بياخد خرائط من مايكروسوفت بيلدينج ومن فيسبوك روتس، ولو في حاجة فعلا شايفها صح ممكن اخدها، ولو في حاجة محتاجة تعديل فباخدها وببدأ اعمل التعديل اللي انا عاوزه، تمام. طيب ممكن مثلا دي طبعا غلط لان دي كل عماره مستقله، لكن البرنامج شافهم حاجه واحده فببدا اعمل كل واحده لوحديها، تمام. خلينا نشوف حاجه صح ونشتغل عليها. مثلا المبنى دوت هعمل عليه سيلكت واقول له يوز ذس فيوتشر، تمام. فبيبدا يحول المبنى، بقول له بقى انا عايز اعمل له موف وابدا انقله للقاعده، لان هو لما عمله خده من فوق، تمام. بعد كده طبعا كل واحده من دول فيها شويه معلومات لو انت حابب ان انت تعرفها، وفي صور اهي. طيب ممكن اجي هنا وابدا ادخل الشارع، تمام. تبدا تشوف اسم الشارع دوت، ده وادي رشيده، ده الدوحه، تمام. ممكن نعرف اسم الشارع او اي حاجه من الحاجات ديت وتدخل المعلومات. طبعا تبدا تبص، يعني مش كل حاجه ذكاء صناعي، لازم برضو الانسان يكون ليه دور. نبدا نشوف كل المباني، ولو في حاجة غلط هنلغيها ونبدأ احنا نرسمها من أول وجديد، نعمل فاليديشن أو نعمل تصحيح للخرايط، تمام. أنا هبدأ أكمل شغل على الخرايط، تمام. ده في الجزء اللي أنا عايش فيه، واشتغلت برضه على المرج. أنا ساكن في المرج فعارف الشوارع فأقدر إن أنا أدخلها بسهولة. طيب دي محتاجة إنها تتزاح، تمام. عشان أزاحها بجي هنا وأقول له موف، تمام. دي مظبوطه، دي بتاعت العماره ديت، هاخدها كوبي، تمام، واقول له كنترول في وابدا ادخلها هنا وابدا اظبط الارتفاع. وده هنا شارع الجمعيه، دخل شارع الجمعيه والمدينه. وممكن افعل الكاميرا واشوفها اسم الشارع او كذا عدد الادوار اللي موجود فيها، اعتقد 7، وتبدأ تشوف بقى الارتفاع بحيث انها تظهر في الخريطة بالارتفاعات الحقيقية بتاعتها. يعني هنقول مثلا 24 مثلا بالشكل دوت. بعد ما تخلص ما تنساش ان انت تعمل سيف، الشغل بتاعك هيظهر في كل مكان. انا هدوس هنا بس اقول له ان دي في الدوحة، طبعا كف الشرفة عملت فيها كتير، كف الشرفة المرج. بنعمل ابديت للخريطة، ممكن واحد يسهر يخلص مثلا المنطقة ديت وهتسمع في كل ان شاء الله. انا طبعا هحاول ان انا بعد ما اخلص الجزء ده ادخل على الحاجات المهمه تبع كاس العالم، نبدا ان احنا نشوفها لان ده هيفيد الناس اللي هتيجي تزور كاس العالم. طبعا طول الوقت بقى بشوف ايه الحاجات الخدمات اللي انا عايزها واقدر ان انا اكتفها او اعمل لها ان اكتفيت.